كنسكن في الرباط، واني ولد المنطقه ولد البلاد، ولد المنطقه ولد البلاد. حنا ملي عقلنا كبرنا حنا وياه بحال بحال، وكبرنا حنا وياه هي بحال بحال، وتزوجنا من العائله وبقات الامور غاديه بحال هكاك. هادشي اللي كنعرفو. مشيت الرباط بقايت تما تقريبا، راني في الرباط فوق واحد 35 عام ولا 34 عام. احنا العلاقه احنا بعاد، ما غاديش نقول لك انا شناها كاينه هي وياه، ولا احنا كنسمعوا بالله راه كاينه هي وعلي، ولا باش نقول لك احنا شناها هي وياه، ولا كنحضروا لشي حاجه ونبداو نكذبوا، ما نقدروش نكذبوا لا عليها ولا عليه. هادشي اللي نقول لك انا واضح صحيح. هذا هو الشيخ ديال المنطقه، هذا هو الشيخ ديالنا ديال البلاد. كان بواه الله يرحمه مات، باقي بواه حي ملي هي شدها ولده. صافي بقات الامور غاديه بحال هكاك. ماشي وراثي، وراثي تا وقعت هذه الواقعه، نطلبوا ليه الله الخير وهي الله يغفر لنا. ولا هادشي كاين شي واحد اللي ما يبقاش فيه، انت شي واحد اللي راه ولد بلادك ما يبقاش فيك، ولسان مات موته معذبه، كونها مات موته سهله راه كتقول قدر، راه قدر الله. وهاد الموتى اللي ماتت هي راه ماتتها معذبه، وهو ها هو تا هو معذب، راه صدق لا تا حاجه ما عنده في حياته. وهذاك الشيء اللي جرى عليه، كل واحد مو بوحده، ضربه في الزيرو بوحده حياته مشات ليه. وهاد الشيء اللي قال لي عقله هو هذا داير والله. العلاقة بيناتهم قبل شنو كنتو العلاقة اللي ساختو لها الخبر كانت بيناتهم؟ لا هو كتقول هو مصاحب وياه اللي كيقولوا راه صاحبته، راه كتمشي عنده وكيجي عندها. هاد الشيء كان فين ما كان، في شي موسم كتمشي كتحضر. صافي هاد الشيء هو الواقع اللي عرفنا حنا، وشي حاجه اخرى نقولوا عرفناها ولا شناه هو وياها ولا نكذبوا في شي حاجه ما نقدروش، ما نقدر نقول شي حاجه. خصو الخبر شي نهار تناقشوا بيناتهم؟ لا لا ما نقدرش نكذب عليك ولا نقول لك تناقشوا، ولا ملي ناض خوها كيدير داك الشيء هو وباها هما تاهمينو وكيغوتوا، حنا كنشوفوا داك الشيء في التليفونات شنو كاين، الله اعلم بينا وبينهم. ما نقدروا نكذبوا على شي واحد، نكذبوا لا عليه ولا عليها. ما نقدروا، هي ماتت وهو راه باقي الحياه، ما نقدروا نكذبوا عليه. هو نقولوا دار ولا هي دارت ولا الله اعلم بينا وبينهم، ذنوبهم يتفارقوهم. ديالي عبد الحميد، السيده سميحه بنت عمي، وهذاك السيد اللي قتلها تا هو ولد عم با، يعني عائله. السيدة درويشة وباها درويش، خوتها خوها درويش، يعني ناس دراوش، ناس طيبين مزيانين، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي تفاجئنا بهذا الخبر، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي احنا مألمين في العائلة ديالنا وكل شيء، مألمين. جانا هادشي قاسح بزاف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويا حنايا ما كنسكنوش هنايا، كنسكنو في النواحي ديال القنيطرة، ولكن ما حنا ما كنعرفوش يعني عنده شي علاقة معها ولا شي حاجة. حتى الناس ما كيقدروش يقولوا لينا بأن راه عندها معها شي علاقة ولا لحتى وقع داكشي اللي وقع واختفات هي، عاد قالوا بأن راه كانت معها شي، كان عنده معها شي علاقة مع الشيخ، الشيخ ديال القبيلة. قالوا بأن راه كانت معاه، عندها شي علاقة معاه. ولكن هادشي ما يستاهلش كاع الإنسان غير يشد بنته يقتلها ويلوحها في بير. هادشي ما هادشي غريب. هادشي جئنا بهذا الخبر، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو طاغي ولا ما طاغي الإنسان؟ ما علاش يدير هاد الجريمة هادي؟ علاش؟ ما هو السبب؟ ما احنا باقي ما عرفناش السبب، كيفاش هاد السيد؟ علاش؟ واش هاد السيده انت داير معها علاقه تدير لها جريمه بحال هكا، تهزها تقتلها وتلاحها في البير؟ هادشي غريب. هادشي ما الله اعلم، ما فهمناش حنا في هادشي. واش هذا مريض نفسيا؟ واش قالوا الناس كان داير معها غيتزوج بها؟ ما احنا ما عرفناش دابا شنو هو بينه وبينها، راه هادشي الله اعلم. هو اللي عارف شنو هو بينه وبينها. هنا هادشي اللي قالوا الناس، قالوا بان راه كان داير معاها يتزوج بها، وكي يتزوج بها ولا ما يتزوجش بها، الانسان ما خاصوش يدير بحال هكايا كاع. وتا لا اقتدى الحال كاع وغرغموا عليه باش غايتزوجها، يتزوجها ويعاود يطلق. ماشي شي مشكل هذا كاع، ماشي هذا المشكل يستاهل باش تقتل واحد وتلوحو في بير؟
الرساله ديالي اللي كيديروا بحال بحال هاد الناس كيديروا هاد الجرائم. لا لا لا، اش دير هاد الجرائم؟ تدفع براسك تمشي للحبس وتبقى جالس، راه انت غادي تشد غادي تشد، راه شحال قدك تتخبى وتبقى جالس في الحبس سنين، يعني شنو غادي تستافد؟ كاع هاد السيده غتقول لك تجوجنا، تجوجها وغطلقها كاع لا ما بغيتيهاش. هذه راه جريمه خايبه، لا بينها لا بينو 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 بينها وبينو مع الله. الانسان باش تديه تقتل روح بينك مع الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. صدمنا هذا الخبر، هذا جانا قاصح بزاف، وفاش سمعناه هي اختفت ما ظنيناش هو غيكون هو اللي قتل هذه السيده هذه. سيد كبير بعقله، ماشي زعما صغير، عنده 53 سنة ولا 54 سنة بحال هكاك، راه بنته قدها، يمكن الله أعلم.